يقول في الشوط الرابع أو سائلة تقول في الشوط الرابع من الطواف شعرت بشيء يخرج منها واعتقدت أنه الطهر وأكملت الأشواط المتبقية وسعت وقصرت، وعند دخولها لقضاء الحاجة تفاجأت بوجود دم على ملابسها الداخلية مع العلم أنها اغتسلت من الحيض قبل أسبوع، ماذا يجب عليها مع العلم أن الدم توقف؟ إذا أحست بخروج شيء وهي تطوف من الفرج فإنه ينقض الوضوء سواء كان دما أو بولا أو سائلا أو غير ذلك، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ويبطل الطواف، يبطل الطواف بذلك، فعليها أن تعيد الطواف بطهارة كاملة. نعم. هل أصحاب منهج التكفير إن كانت معتمرة فإنها تعيد الطواف للعمرة وتعيد السعي وتقصر وتأتي بعمرتها من جديد لأن الفعل الأول غير صحيح؟ نعم. هل أصحاب منهج التكفير يعتبرون خوارج؟ نعم، هذا هو مذهب الخوارج، تكفير المسلمين هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج مذهبهم يجمع بين الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وبين تكفير المسلمين وبين قتال المسلمين واستحلال دمائهم، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. نعم.